الصغيرة من أجل مسيرة وطنية احتجاجية لموظفين الجماعة الترابية كاع الرباط. للأسف المسيرة هي توامنة من طرف وزارة الداخلية. المسيرة هي ذي نشكل ذي الأشكال النضالية إتق الموظفين جماعات خيروخا كتازي عام طلب ذي الوزارة الداخلية باش تعظم الحوار خل مطالب الموظفين ديال القطاع عوان كلاقات. للأسف وزير الداخلية عالق في النت يوقي ذي قمة النقابات رغم المراسلات اللي نوجه رغم الاشكال الاحتجاجيه غينتق شين تعتبر بانه الاحتجاج من اجل فتح الحوار القطاعي وديج حقنا كموظفين. الاضراب ديج الوسيله كنستعمل ديج حقنا شنو في الدستور نستعملت لانه الحوار بلا للاسف بدل وزاره الداخليه بدل ما تقيم الحوار بالخصوص نشنينا قانق ابواب فاتح ماي امخنس دينيج الحوار مركزي اق الحكومه وعدا بانه ذي الحوار القطاعيه ولكن للاسف وزير الداخليه يوقي اذي قيم اق النقابات ممثلين موظفين جماعه الترابيه والعكس انه التجا الاساليب قمعيه اموخ نهار المسيره الاحتجاجيه توامنع وحصر زدت البرلمان ذيني الاضراب طرحنا الاقتطاع رغم انه وذين بوش نحجت شي القانون قرك بانه الاضراب يخصص الاقتطاع لان القانون الاضراب في حد ذاته قاد الموضوع يتناقش حاليا داخل اطار الحوار الاجتماعي. المعركه نوشين كموظفين اقتعاد مستمره بالنسبه للموظفين القطاع الجامعات المحليه غنور من الاضراب واطار تنسيق جعل النقابات ديال القطاع ونتنهاقات نهارا نوجه اجن رساله احتجاجيه وزير الداخليه على اساس نقيم بعد انصتا اجن برنامج نضالي اكثر تصعيدا باش المطلب بسيط هو انه يدير الحوار القطاعي مجموعه المطالب من زيتعان الموظفين القطاع الجماعات المحليه لسنوات وللاسف عم يكمر وزير الداخليه يقيد قمه النقابات.